حاجات عادية جداً ومتوفرة حوالينا بسهولة، لكن بعيون الفنان الشاطر هنحولها لأدوات مميزة جداً لتشكيل عجينة السيراميك. والنهاردة هنعمل بدائل مختلفة للأدوات بخامات بسيطة جداً. تابعوا كل تفاصيل الحلقة علشان هنعمل بديل لمسطرة الحروف وكمان بديل لمدفع العجينة، وهنعمل قطعات أشكال بسيطة وكمان الرول المزخرف. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف الدنيا من حوالينا بشكل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساءكم سعادة. أنا ريم وبرحب بيكم على القناة، ولسه مكملين مع بعض مع سلسلة بدائل الأدوات، والنهاردة آخر حلقة من السلسلة وهنقدم فيها مجموعة مختلفة جدا ومتنوعة من الأدوات اللي موجودة متوفرة في كل بيت. وأول بديل معانا النهاردة وأنا اتسألت عليه كتير جدا هو بديل مسطرة الحروف، وطبعا كلنا عارفين مسطرة الحروف واستخدامها من الفيديو اللي عملناه لأدوات تشكيل عجينة السيراميك، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. وكلنا عارفين المكرونة أو الباستا بتاعت الأطفال اللي على شكل حروف وأرقام، وهي دي هتكون البديل بتاعنا اللي هنستخدمه لمسطرة الحروف. وقعدت فترة طويلة بستخدم المكرونة دي كبديل لمسطرة الحروف، وكنت بستخدمها بالطريقة التقليدية، وهي أني كنت بجمع حروف الكلمة اللي عايزة أكتبها وأبدأ أغرزها في عجينة السيراميك، بعد كده أشيلها باستخدام الملقاط أو الجفت. لكن مع الوقت والاستخدام لقيت أن الطريقة دي فيها شوية مشاكل، مثلاً زي أني صعب أتحكم في مكان الحروف زي ما أنا عايزاه بالظبط. أنا بحط الحروف وبضغط عليها لكن أحياناً ما بتطلعش في سوى واحد أو ما بتطلعش مظبوطة زي ما أنا عايزاه. وكمان لو العجينة بتاعتي طرية شوية الحرف بيلزق في العجينة وبيكون صعب قوي إن أنا أخرجه، وكمان مستوى الضغط على الحروف ما بيكونش ثابت، أحياناً بيكون الحرف غائر شوية والحرف اللي بعده بيكون مش بنفس العمق. وفكرت كتير إزاي أعمل حل للمشكلة دي، وجات لي فكرة إن أنا أعمل من الحروف بصمات أو طوابع ثابتة للحروف. والطريقة دي سهلة وبسيطة وعملية جداً، وكل اللي هنحتاجه عصيان خشبية وسوبر جلو وكمان طلاء أظافر شفاف. هنبدأ نقطع العصيان الخشبية لقطع صغيرة طولها حوالي 4 أو 5 سنتيمتر، ونبدأ نصنفر حروفها من الناحيتين كويس جدا وتكون مستوية. وهنجيب الحروف بتاعتنا وهنبدأ نحط نقطة من سوبر جلو على العصاية الخشب ونلزقها كويس، ونثبت إيدينا فترة لحد ما تلزق في الحرف كويس قوي. وبعد ما يلزقوا مع بعض زيادة في الاطمئنان هنحط عليها من حواليها كده كام نقطة سوبر جلو ونسيبها تنشف علشان تبقى متينة وما تفكش بسهولة. وبعد كده كمان نقدر ندهن الحرف بطلاء أظافر شفاف علشان نحميه من انه يسوس، لانكم طبعا عارفين انه هو اكل يعني، فممكن مع الوقت انه هو يسوس او يحصل فيه اي مشاكل. فطبقة الحماية بتاع طلاء الأظافر هتحميه من التسوس، وكمان هتحميه لما نيجي ننظفه بعد كده ونستخدمه هيكون سهل تنظيفه. وبكده بقى عندنا بصامة جاهزة لكل الحروف نقدر نستخدمها مرات عديدة جدا، أسهل في الاستخدام وأسرع وعملية أكتر، نقدر نكتب الحروف اللي احنا عايزينها، نتحكم في الضغط على الحرف، وكمان نقدر ان احنا نخليه بعمق متساوي. وأنا كمان كنت جربت الفكرة دي على فوم مضغوط وكرتون، لكن أنا حبيت اللي موجودة على العصاية الخشب أكتر، لأن هي ما بتسيبش أي أثر ولا علامة، وكمان قوية وسريعة الاستخدام. تقدروا تعملوها للحروف الأبجدية والأرقام كلها وتحفظوها في علبة وتستخدموها وقت ما تحتاجوها. حاجة أخيرة حابة أقول لكم عليها بخصوص بديل مسطرة الحروف، وهي إنكم تنقوا حروف سليمة، لأن هتلاقوا في المكرونة حروف رفيعة وحروف أدخن شوية وحروف مكسرة، يعني حاولوا إن انتوا تنقوا أكتر حرف تشوفوه سليم وكويس وتستخدموه لعمل البصامة. كمان لتجنب أي مشاكل إن العجينة تلزق في الحرف بتاعنا، نقدر ندهن الحرف طبقة رفيعة من الكريم أو الفازلين ونستخدمه بكل سهولة. أتمنى الفكرة تكون عجبتكم، ويريد تطبقوها وتقولولي رأيكم إيه.
وتاني حاجة معانا النهاردة بديل لمدفع العجينة. كنت قلتلكم على الحقنة، لكن كتير اشتكى ان الحقنة بتكون صعبة جدا في الضغط وبتطلع العجينة بكميات قليلة. وجبتلكم النهاردة بديل اسهل في الاستخدام وكمان متوفر في كل بيت، وهي اقماع تزيين الكريمة. وانا متأكدة انها متوفرة في كل بيت، خصوصا الاقماع البلاستيكية. وكل ما كانت الأقماع أصغر كل ما كانت مناسبة أكتر لشغلنا. وهتلاقوا كمان مجموعة أقماع معدن حجمها صغير وسعرها قليل ومتوفرة في المحلات بسهولة. ومش متوفر فيها شكل واحد، لا، هي مجموعة متنوعة من الأشكال نقدر نعمل بيها أفكار كتيرة جدا. طبعا عندنا الشكل المدور اللي بيطلع لنا الاسطوانة بتاعت العجينة اللي نقدر نكتب بيها، وكمان أشكال مختلفة للكريمة، وأشكال نقدر نعمل بيها بسكوت وحاجات كتيرة للمصغرات بتاعتنا. ولو اسطوانة العجينة اللي بتطلع لنا من القمع كانت سميكة شوية، نقدر بعد كده نرققها علشان نوصل للسمك اللي احنا عايزينه وتكون سهل علينا في الكتابة. لكن هي اكيد برضو بتسهل علينا اكتر من ان احنا نبرم العجينة من الاول. وطريقة استخدامها سهلة وبسيطة جدا، ان احنا بنحط العجينة في القمع ونبدأ نضغط عليها علشان تطلع من الناحية التانية بالشكل اللي احنا عايزينه. وعلشان يطلع الشكل مثالي هديكم نصيحتين صغيرين. أول حاجة، قوام العجينة يكون طري، تكون العجينة مرنة وكويسة، ما تكونش ناشفة علشان ما تشققش. ومش المقصود إن العجينة تكون زي الكريمة، لا، المقصود إن العجينة تكون متماسكة لكن طرية، يعني تكون مطاطة ولسه جديدة وحلوة. وطبعا عارفين إن العجينة لو طرية شوية هتلزق وتغلبنا، علشان كده لازم ندهن القمع وندهن القلم أو الحاجة اللي احنا هنزق بيها العجينة فازلين أو كريم علشان ما تلزقش وتغلبنا. وبكده بقى عندنا بديل نقدر نستخدمه للمدفع بتاع العجينة، سهل وسريع ومتوفر في كل بيت، وكمان أقل في التكلفة بكتير. وتالت حاجة هنعملها مع بعض النهاردة هي قطعات أشكال بسيطة. كل اللي هنحتاجه عبوات مياه غازية سواء بلاستيك أو معدن، وهنحتاج دباسة وكتر، وكمان ورقة مرسوم عليها أشكال القطاعات اللي احنا عايزين نعملها. وهنا أنا بأكد إن أشكال القطاعات دي تكون بسيطة، ما تكونش فيها حاجات معقدة، يعني نقدر نعمل قلب أو ورقة شجرة أو ورقة وردة، مش أكتر من كده. وعلى الرغم من بساطة أشكال القطاعات إلا إنها مفيدة جدا، خصوصا لما نيجي نعمل ونشكل الورد. ونقدر نرسم الأشكال دي بنفسنا أو نستعين بصور مطبوعة من على النت، ونبدأ نجيب خيط ونلفه حوالين الشكل علشان نعرف الطول اللي احنا محتاجينه من البلاستيك أو المعدن، ونقص شرايح بالطول اللي احنا عايزينه، والشرايح دي ياريت تكون متساوية قدر المستطاع. بعد ما بنجهز القطع بتاعتنا على الطول المناسب، هنبدأ نلفها على الأشكال واحدة واحدة ونتنيها باستخدام البنسة بتاعت الإكسسوارات. ولما توصل لنقطة الالتقاء أو نقطة النهاية نقدر ندبسها بالدباسة بكل سهولة، وكده بيكون عندنا قطعات أشكال بسيطة نستخدمها في تقطيع عجينة السيراميك. وبمناسبة إن القطعات دي ينفع نعمل بيها قطعات ورق شجر، حبيت كمان أقول لكم فكرة لطيفة جدا نقدر نستخدمها بورق الشجر الحقيقي. نقدر نستخدم أي ورق أخضر كبصامة نبصم بيها على العجينة، يعني مثلا ورقة النعناع دي أقدر أبصم بيها وأدي تأثير ورقة الشجر الحقيقية. كمان لو عندنا ورد بلاستيك أو ورد مجفف نقدر نستخدمه في إن احنا نسيب أشكال أو بصمات نعمل بيها تأثيرات مختلفة على العجينة. ورابع فكرة معانا النهاردة بديل للرول المزخرف، هو عبارة عن رول عادي أو نشابة بيكون عليها رسومات وأشكال بارزة، علشان لما نيجي نفرد العجينة تسيب أثر مطبوع غائر على العجينة وأشكال لطيفة ومختلفة. ودي نقدر نعمل لها بديل بكل سهولة وبخامات موجودة عندنا في كل بيت. وأول طريقة هنحتاج فيها رول يكون تقيل شوية من الورق زي الرول بتاع ورق الفويل، وهنحتاج مفرش بلاستيك أو دنتيل، وهنحتاج الغرة والسبراي الشفاف. أول حاجة هنبدأ نقطع الرول بتاعنا للطول اللي احنا عايزينه، وباستخدام الغرة هنلزق عليه البلاستيك بتاعنا البارز، أو هنلزق عليه الدنتيل أو أي حاجة نقدر نعمل بيها النقشات البارزة دي، وبنديله كمان طبقة غرة من فوقيه علشان يمسك كويس جداً.
وبنسيبه ينشف، وبعد ما ينشف نقدر نرشه سبراي علشان ننظفه بسهولة وما يبص وما يلزقش في عجينة السيراميك. والطريقة التانية لطيفة جدا، أنا استخدمت فيها الرول بتاع أنبوبة السيليكون، قطعته وشلت من عليه التغليف بتاعه وبقى عندي رول بلاستيك أملس وجميل. رسمت عليه أشكال عشوائية بالماركر واستخدمت مسدس الشمع وبدأت أمشي على الأشكال دي علشان أعمل شكل بارز. ونقدر كمان نعمل نفس الطريقة دي باستخدام الرول الورق، لكن هنحتاج ساعتها ان احنا نعزله علشان نحافظ عليه كويس من الرطوبة. وبكده بقى عندنا رول مزخرف نقدر نعمل بيه أشكال نطبعها على العجينة بكل سهولة وبخامات متوفرة في البيت. هستناكوا تجربوه وتقولولي عجبكم ولا لأ. ومناسبة الرول المزخرف، نقدر كمان نستخدم حاجة متوفرة عندنا في كل بيت وهي الشفاطة، بيكون فيها كده جزء متني نقدر ان احنا نفرده ونستخدمه زي النشابة او زي الرول ويدينا تأثير حلو قوي على العجينة. وفي حاجة كمان تدينا نفس التأثير على اكبر، وهو خرطوم الكهرباء. في كمان فكرة حلوة جدا جدا لازم كلكم تجربوها. كتير مننا مش بيعرف يظبط سمك العجينة وان العجينة تطلع كلها بمستوى واحد. كنت قلتلكم على فكرة الرول او النشابة اللي فيها علامات علشان تحدد سمك العجينة، لكن للي مش متوفر عنده الموضوع ده نقدر نعمل العلامات دي باستخدام خافض اللسان. هنجيب خافض اللسان ونبدأ نلزق اتنين او تلاتة فوق بعض حسب السمك اللي احنا هنكون عايزينه، وهنعمل منها نسختين. هنحط النسختين جنب بعض وهنحط العجينة بينهم في النص، وهنبدأ نفرد العجينة بالطريقة التقليدية. وبعد كده هنلاقي ان العجينة اتفردت بنفس المستوى وبنفس السمك. الفكرة دي مفيدة ومهمة جدا، وياريت ان شاء الله تجربوها وتستفيدوا منها. وبأكد دايما ان احنا حوالينا كنوز، كنوز من خامات البيئة نقدر نستغلها ونستفيد منها لخدمة شغلنا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم وتكون مفيدة. وما تنسوش لو الحلقة عجبتكم تعملوا لايك، ولو اول مرة تزوروني في القناة تشتركوا في القناة وتدوسوا على زر الاشتراك او سبسكرايب. ويلا جهزوا العجينة والألوان وجهزوا الأدوات علشان هنبدأ من الفيديو الجاي نعمل أشكال زي ما طلبتوا. أشوفكم الحلقة الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.